عليكم. الوصفة تاع اليوم هي اليوغورت ناتور. نحتاج فقط زوج مكونات، الحليب 500 مليلتر حليب و 50 غرام يوغورت ناتور اللي يحتوي على كولتور باكتيريان اكتيف. هذه البكتيريا مهمة جدا باش تخطرنا الحليب وتعطينا اليوغورت. بالنسبة للحليب اللي كيكون شو اللي كيكون حامي ماشي بغيلون، ما يكونش يزلق ولا يكون يحرق، اللي كيكون شو هاد في درجة حرارة 53 درجة. أنا الحليب غليته بعد خليت درجة الحرارة تاعو تهبط حتى 53 درجة. إلا ما عندكمش الترمومات فيريفو بيديكم، لك يكون شو ماشي بويلون وماشي تياد. في هاد الدرجة وين البكتيريا تقوم بالعمل تاعها وتخطر مليح الحليب باش تعطينا اليوغورت. نبدأ في تحضير اليوغورت. نضع الحليب اللي سخناه كما قلت لكم 53 درجة، نزيد له اليوغورت ناتور. هنا غادي نتحصل على يوغورت ما فيهش لاغوم، ما غاديش ندير فيه لاغوم وما غاديش ندير فيه السكر باش المره الجايه نحوله لفرماج فخي. ان شاء الله دوك تشوفوها ثاني الوصفه تاع فرماج فخي. نحركو هنايا مليح. وانتم الا حبيتوا يكون عندكم يوغورت مسكر وفيه لاغوم في هذه ليطاب هنايا دروكا نزيدوا له السكر، السكر على حسب الذوق تاعكم، وتزيدوا له لاغوم، لاغوم فاني، فخيز، فرومبواز، بانان، كيما حبيتوا. مباشرة من نخلطو، هذه هي نخلطو غير شويه هكاك باش اليوغورت يذوب مليح اللي درناه. بعد نجيبو علبة كيما هكاك نفرغو فيها هاد البريباراسيون اللي درناها دوكا، نغلقو بيه، نغلقو مليح لابواط. نجيبو سنيوة صغيرة نحطو فيها هاد لابواط، نغطيها بأون سيرفييت بروبر هكاك، نغطوها مليح ونوضعو هاد العلبة، نوضعوها في الفرن. أنا سخنت الفرن درجة حرارة 175 فارنهايت مدة 5 دقايق وطفيت عليه، وندخله في الفرن ونخليه حتى 12 ساعة. نورمالمون 12 ساعة يكون عندنا اليوغورت مخطر مليح. إلا شفتوه قبل شد روحو ولا جامد، يعني بعد 6 سوايع ولا عاودوا ركبوا عليه، مي تشوفوه جامد سي بون حكموه ديروه في الثلاجة. أنا غادي نخليه 12 ساعة ونشوف. ها هو اليوغورت تاعنا بعد ما خليناه ارتاح 12 ساعة، دخلناه في الثلاجة حتى يبرد مليح. دروك شوفوا كيفاش لا تيكستور تاعه، هو ليك هنايا غادي نقلعو شويه باش تشوفوا كيفاش راه. متماسك مليح وما يطيحش. ولا حبيتو باش تصنعوا ثاني يوغورت المره الجايه، خلو 50 غرام من هذا اليوغورت